ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قبل وضع مولودها شوفوشلوق على ماريا نديم. أعلنت الفنانة المغربية ماريا نديم يوم الاثنين عبر حسابها الشخصي بموقع الانستغرام خبر إصابتها بمرض جدري الماء أو ما يعرف ببوشويكا. وأطلت الفنانة ماريا نديم على متابعيها في مقطع فيديو تعبر من خلاله عن حزنها الشديد بعد معرفة إصابتها ببوشويكا، وطلبت ماريا نديم من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، لا سيما وأنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، قائلة: ادعوا معايا عفاكم. هيرو لي زامي، صباح النور. ما تخلعوش، سي با دلاكني، سي با اون رياكسيون اليرجيك، سي دو لا فاريسيل. بوشويكا ما جاتنيش في صغري باسكو جاي تي فاكسيني، مي جاتني دابا في كبري في مون تخوازيام تريمست دو غروسيس. الحمد لله. لن يصيبنا إلا ما كتبه الله، ولأن الحمد لله ربي كتب وربي ابتلاني وأنا قابلة الحمد لله. سي فري كو جاتني في لا موفيز بيريود اون بلان لونسمون دو ما شونسون، مي بون الحمد لله ربي كتب عليا وأنا قابلة الحمد لله. كتجي قاصحة بزاف في لاج ادولت، ماشي بحال ملي كتكونو صغار، قاصحة بزاف زعما أصعب مرض دوزتو في حياتي. داو معايا عافاكم، داو معايا الحمد لله، داو معايا ربي العالمين، داو معايا بالشفاء عافاكم.